السلام عليكم متابعين قناة موتوريكس، مع فيديو جديد، حلقة جديدة، دراجة جديدة. المهم الدراجة هادي كنا قادينها على الماكينة هادي شي عام ونص واقيلا، هادي كتفطا لنا العاشر. دابا نفكركم، دابا نوريكم مقطع من هاد الفيديو هذا. نقدر نقول لكم هادي أول أوفيتو كنت خدمت، طلعنا لها زدنا لها السرعة. المهم كنصيفط ليها غير الماكينة، وهاد النهار عاوتاني هو صيفط ليها الموتور كامل من مراكش. الموتور عاد دابا حطيتو من الكار. اسمع على صوت الدب طار وتزبل، اما نفس سمع شي صوت بحال هذا كاع. المهم مازال تابعني واحد 15 كيلومتر باش نوصل للدار، ما عرفتش واش توصلني ولا لا. اسمع اما نفس سمع شي صوت بحال هذا. المهم خليكم معنا حتى نوصل للدار. سير حيد وكيف ديما الشينوي هو اللي كينشط لنا البطاله. المهم كي تشوفوا الشينوي خاصك تجي تبارك على جام تابونا الا كنتي اول مره غادي تلتحق بالقناه. فيديو شبعان معلومات وشبعان افاده، غادي يعجبكم، تفرج فيه من الاول حتى الاخر. هادشي اللي بغينا حنايا الافاده. لقيتي كيفاش بارطاجي مع خوتك؟ بارطاجي يلا سير على بركه الله. نبداو الفيديو ديالنا. المهم الاخوان الموطر فاش كتمشى به ما كتسمعش داك الصوت، ولا الكسيري جوج غير صايري. مطار غادي والله ما بقيت عاقل حتى واش كيت ولا ستوندار. اقسم بالله لافان ديالو ها في واحد طفو فريا. غنوريه لكم الاخوان باش نتوما تعرفوها. انت باش غنفرني الفران القدام اش كيها بنيدي الى بقيتي كتفراني وكتسمع تدقديك شو كي كيدا شو شو شان زومي وش يبان لكم في القيدون. انت شو انا غادي نفراني عاود كتحس بالموتور كامل كيفيفري وما كيفرانيش مزيان. هذاك الاخوان عرفوا باللي الديسك عندك عوج، الديسك راه عوج خاصو يتبدل. الموتور خاصك تفراني عليه فراني رطب. شي اصوات كتخرج هاد الماكينه غريبه، ما اصوات ما هو هادو. المهم تنوصلوا للمحل ويبان البلاك. غنوريكم المشكل ديال السيراج اللي كيعاني منه بزاف ديال الناس. هذا هو المشكل ديال السيراج. هيا سكتات، حنا غاديين انت سكتات. نعاودو نديروها مارش، نعاودو نديروها مارش. هادشي المشكل ديالو ياله، هادشي المشكل ديالو هو قلة الزيت. ديما تنقولها ولا داير شي زيت عيان، حنا غنوصلو للمحل ويبان لنا البلان. خاصني دابا نبقى غادي بشوية الاخوان، نبقى غادير بهكا ومع ذلك غادي يزبط. مع ذلك المطار ما تيدير تا شوية ديال الدخان، هو شوية دابا غي صغير يا يعني. اسمع انت غادي ناب 30، ما بغيناش الفرصة وكاع. هذا هو اللي كيتسمى السراج الاخوان صافي.
غير هو فاش يوقع لك بحال هكا حاول ما تبقاش كتكسيري حيت كتفرع السيلندر. صافي الخي عليها شويه راه غتطلق. كاين المرات اللي كتسكت، كاين المرات اللي ما كتسكتش. انا بغا نوريتكم السيارة شناهو. انا هذا بلان ما تنحملوش في المطر ديال الطلق. خاصك مني بداية الاخوان ها كتكسيري ما كيوقعش. طيب السبب هادشي ما مزيرش ترخاء. انتم الاخوان ورينا حل انتم الاخوان السيلندر اسباب السيراج باش كان كيسخن بزاف وبدا يصيري تقبات الشاكمه بوشي غيبانو لكم هاد الشريطات هادو ولاني ما كاينينش هادو اللي لوحكينهم بالحرش ما بلا حرش بلا والو كندوز ضفري كندوز كيعطوش والو غير لاطراس وصافي. اما المشكل الكبير ديال السيراج اللي باش كان كيصيري ليه هو تقبل الشاكمه ولا صغيره على الستاندر. داكشي علاش الموطور مقاسي سيلندر بوليني فهمتي سيلندر بوليني 70 او ورد باستون كيدير السبب خصو بنادم ما كيديرش الديكالاميناج واكثر في هذا الموطور ديال الريح ما كي نقيش ديال السيلندر كيبدا يسخن بزاف. السيد قال لنا انا ما وليت شبيه بزاف ولا تيدير لي هاد المشكله تقول لي ما وليتش شبيه بزاف اصاحبي اجي نوريك واش ما وليتيش الشاكمه مخنوقه تقول لي ما وليتيش بزاف ما يمكنش. هانت شو الشاكمه كي مخنوقه شو ديال امبوشي والسيطو هذا راه سيطو الاخوان هذا تروسيبو هيا حنا ركبنا لاد لي كاش هادو هذا راه سيطو تروسيبو ولا ماعرفتش مابقاش دينا حنا هاد الكاش هو كان قالك بغيتها ما تبان لي هانت شو التقبه كي امبوشيها تضارب بها عام ونص وتقول لي مالو ليتي ها هو داكشي تيبان الحقيقه اخويا سال على مولاي دابا حنا اش عندنا العوي فيها لا شويقما لاحظ معايا داك الفم راه وشو كي كيخرج شحال ديال الدخان شو شحال ديال العافيه بحال داكشي ديال داكشي ديال تكري البترول وشو الفم ديالها عاود هو تيخرج العافيه مرا دابا الاخوان قالت لك تخرج لها العافيه من الفم الاول حنا ناضين على دخان لا حتى حاجه حيدوها. المهم نعطينا داكشي الاخوان غسلنا هذا العالم هذا كما قلنا لكم الاخوان الدفو ديال هذا الشيء هذا شو الفرفره هذيك وسعت حتى هادي انت شو كي ولات كدير هنا باش كدير تقول التقرقيب ديالها البياله شنو اخر نبدلو لا كريوا و لومبريج ديالها اللي كانوا فيها لومبريج قدامي مالوسي و اللوراني دوريجين ستاندار ديالها دوريجين مينيكيت شحال سافر مشينا الاخوان كما قلنا داك السيراج كامل سبابو هادي هاي هاد الزيت الحمراء راه ما زيت ما والو. احنا خوينا دحلي التيو من هنا وخويتها بهاد التيو الكبير من هاد البلاصه هادي هاي دابا القرايه خوينا باش نديرو زيت مزيانه اللي تخدم له في الموطور مزيان. كما كنقول لكم هاد الزيت الحمراء راه ما زيت ما والو من غير داك ايبون ديك الغاليه ديال 90 درهم هاديك هي اللي مزيانه سانتيتيك وكاينه يا ماليب المهم كاينين ماركات لي سانتيتيك معروفين وموتيل هادوك هما الماركات لي حتى الا درتي زيت ديال دوطون بعدا راك داير زيت
ماشي داك الماركات اللي ما كاين ما معروفينش كاع، ماشي كتكون مكتوبه فيهم ايبان ولا ايمون ولا فهمتي، داك الكوبي ديال ايبون ولا داكشي، هذوك هما المشكل الكبير. كتلقى بلا ما هو شاريه، الموطور ديالو هو جديد تبارك الله موديل 2017، هو كيدمر فيه بسبب هاد الزيت هادي. كيمشي عند مول بياس يقولو بغيت زيت مزيانه، تيجبدها له تيقولو هادي زيت مزيانه، يلا سير. والله هادي الشباب. المهم الاخوان، بعد ما كملنا الاصلاح ديال هاد الاوفيتو هادي راكم شفتو، نمشيو دابا نتستيوها في هاد الطواله هادي. الاخوان بالنسبه حتى للفران، حتى دابا الفران قدامي، الفراني ما كاينش داك التكديك بحال البارح. شوفي كاين الفرق، شوفي عندك الديسك عوج وتبقى تسمع داك دك 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 بحال هكا، باش الفراني وتسمع داك دك 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 على الفران، عندك الديسك عوج يا الله ولا القدام، فهمتي؟ عاوتاني نعاودو، ما كاينش التكديك. عطاو كيتحيدو باش كيرجع الموطور المولى في امان الله وحفظه، هادشي اللي كاين. 80 ولات كتحطها بكل سهوله، ولا الاشاره فقط السيلندر واخا بوليني راهي كاملة 12، هذا ما كان على حساب السيد، قال لك ما خاصنيش انايا الكونسوماسيون. سير الله. الأرض الباطئ كاين